على ديار الإسلام. اللهم ارفع عن ديار الإسلام الحروب والصراعات والنزاعات والفتن يا رب العالمين. اللهم ابسط عليها الأمن، اللهم ابسط عليها الأمن والرخاء والسلام يا كريم يا رب العالمين. اللهم ابسط عليها الأمن والسلام يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا، اللهم ارفع عنا وباء كورونا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.